وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما تقدم في الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. إذن هناك الإيمان الفكري والإيمان الذوقي. الحديث يتحدث عن الإيمان الذوقي الذي له حلاوة وفيه متعة وفيه لذة، فهو طعم القلوب. إذا كان اللسان يكتشف طعم المأكولات فالقلب هو الذي يكتشف طعم المعنويات الروحيات، الذكر والقرآن والدعاء والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. إذن الحديث يخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. ولعل تقدم معنا حديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. في حديث آخر: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إذن من رضي بالله ربا، رضي بحكمه، رضي بقدره، رضي بتصريفه سبحانه وتعالى عز وجل فيه وفي خلقه، بمعنى أنه لا يعترض على قدر الله تعالى، كلما أصابه يحمد الله سبحانه وتعالى عز وجل عليه ويرضى به ويفرح به، من مقام الصبر إلى مقام الرضا إلى مقام الشكر، فيعتبر النقم من الله سبحانه وتعالى نعم. فلا شك أن هذا يعيش السعادة، يعيش الحلاوة الإيمانية. إذن هناك الإيمان وهناك حلاوة الإيمان. الإيمان الفكري موجود عند كل المسلمين، ولكن الإيمان الذوقي يجب العمل من أجله. ومن مما يورث هذا الإيمان الذوقي هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أيضا مما يورث حلاوة الإيمان الحب في الله، فليحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. وهذا ما يتحدث عنه الله تعالى بتخليص الصحبة، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، إلا لله معنى ليس لغرض ولا لعرض ولا لفائدة ترجوها منه، بحيث أن هذا المحبوب سواء برك أو جفاك فمحبتك إياه لا تتغير، أعرض عليك أم أقبل عليك، أو أعطاك أو منعك، يعني أحسن إليك أو أساء إليك، لأنك تحبه لله سبحانه وتعالى عز وجل. أما إذا كان هذه المحبة يعني تتغير من حال إلى حال فليست حب في الله سبحانه وتعالى عز وجل، وليست حب لله سبحانه وتعالى عز وجل. إذن فهذا الحديث يدل على تخليص الصحبة. من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. زد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. ما تحب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل، لا أشدهما حبا لصاحبه. لاحظوا كيف أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قدم النتيجة على المقدمة على السبب، يعني قدم الثمرة، يعني كان منطق الكلام أن يقول عز وجل، أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس حبا لله حبا لصاحبه أحبهما إلى الله. أن حب الله سبحانه وتعالى نتيجة عن حب العبد لأخيه، هو قدم النتيجة، يعني أحب الناس إلى الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فمن أحب آخر له في الله سبحانه وتعالى أكثر من الآخر فهو أقرب عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، هذا عند الله. ولكن في يوم القيامة في المراتب وفي المنازل، ولو كان درجة المحبة تختلف فيما بينهما فسيكونان في مرتبة واحدة، لأن الإنسان الله يجد فرحته وسروره وسعادته إلا بوجود أحبابه أمامه ومعه. أما إذا كان هو يتنعم بمنزلة ما وبمكانة ما وأحبابه دونه ليسوا معه، فقد يتنغص عليه هذا النعيم. إذن ولهذا الله سبحانه وتعالى يرفع أرقى الناس مكانة إلى أعلاهم مكانة ليسعدوا بصحبتهم معهم، وألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، رغم أن عملهم يختلف، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يلحق بهم ذرياتهم لأجل ضمان السعادة المطلقة للمتحابين في الله سبحانه وتعالى عز وجل، أقارب المتحابين. تفضل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تحدثنا عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الأنصاري، وفضائله وشمائله ومواقفه لا حصر لها ولا عد، فهو إمام الأمة، إمام الأئمة، هو أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، ثم بعث به سيدنا عمر إلى الشام، وكانت له حلقات، هو وأبو الدرداء، حلقات علمية كبيرة في الشام، وكان من المجاهدين في سبيل الله، فضائله لا حصر لها ولا عد. ومن بين فضائله هذا الحديث، هذا الحديث مناسبة يسمى الحديث، يسمى الحديث مسلسل بالمحبة، هناك أحاديث مسلسلة، يعني يرويها الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين إلى يومنا هذا بالتسلسل، تسلسل بأمر ما، إما بكيفية معينة وإما بقول معين وإما بطريقة معينة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث المسلسل بالأولية
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموهم في الأرض يرحمكم في السماء. فهذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراحمون هنا يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء. التابعون يروون هذا الحديث عن الصحابة بهذا الأولية، وأتباع التابعين كذلك. وزال لحد الساعة عندما يذهب طلبة العلم للعالم يتلقون عنه علم الحديث، قبل أن يسمعوا منه أي حديث يطلبونه أن يلقنهم حديث الأولية، ويقولون أول حديث سمعناه من الشيخ كذا هو هذا الحديث المسلسل بأولية. هذا الحديث مسلسل بمحبة، ما زال يروى الآن بهذه الطريقة. الشيخ يقول لتلميذه إني لا أحبك، ويأخذه بيده فيروي فيوصيه بهذه الوصية: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فحديث يسمى حديث مسلسل بالمحبة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوما، يعني شدلو يدو هكا يا معاذ، شدلو يدو، أخذ بيده. وعلى ضوء هذا نفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله في المصافحة عند السلام، في المصافحة عند السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت تساقطت ذنوبهما كما تحات أوراق الشجر. في بص الخريف عندما تهب الرياح أوراق الشجر تتناثر، فكذلك الذنوب تتناثر من جسم الإنسان عندما يلتقي المسلم أخاه المسلم فيصافحه. يا معاذ إني لا أحبك، وهذا اللام لام الابتداء ولام القسم، يعني الرسول يعني يقسم له أي والله لا أحبك، وبالتأكيد إني لا أحبك، إني والله لا أحبك يا معاذ. ماذا كان رد سيدنا معاذ؟ يحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها. سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. معنى بأبي أنت وأمي؟ الجر مجرور متعلق بفعل محذوف، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. هذا معنى بأبي وأمي، معنى أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. وهذه العبارة كان حتى رسول الله استعملها في حق بعض الصحابة: فداك أبي وأمي. فدية معنى استبدال شيء بشيء آخر، تفديه، الفداء، العوض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نفديه بمهاجنا وبأرواحنا، وأن يكون أحب الناس إلينا، ليس أحب إلينا من والدينا، ولكن أحب إلينا حتى من أنفسنا. وإلا فإيماننا عليه علامة الاستفهام، كما قال سيدنا عمر: الآن يا عمر أنت أحب إلي من نفسي. قال رسول الله أخبره أنه لم يؤمن بعد، ولما قال سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي، قال رسول الله: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. عندما يحب الرجل أخاه معنى أنه يهدي له كل خير ويوصيه بكل خير. فكانت هذه الهدية الذي هي عربون المحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة. الدبر هو آخر الصلاة، إما قبل التسليم أو بعد التسليم. الدعاء يمكن أن يقرأه الإنسان في يعني في أدعية التشهد، وإما أن يدعو به بعد السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني،
العبادة لا يمكن للإنسان أن يخطو فيها ولو خطوة واحدة إلا بعون من الله سبحانه وتعالى عز وجل. في الفاتحة الله عز وجل علمنا أن ندعوه إياك نعبد وإياك نستعين. إذن للدخول في العبادة لا بد من المدد من الله سبحانه وتعالى، لا بد من الإعانة من الله سبحانه وتعالى عز وجل. لا نستطيع أن نعبدك إلا بتوفيق منك وبعون منك، إياك نعبد وإياك نستعين. من الإنسان ينبغي أن يتجرد من حوله وقوته وقدراته وإمكانياته، لا يقول أنا القادر وأنا أستطيع وأنا كذا وأنا كذا. فلا دائما يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويستلهمه أمور رشده ويستمد منه العون والقوة في كل الأعمال، وأجل الأعمال هي العبادة، وأعمالنا يجب أن تكون كلها عبادة. أعني على ذكرك، هل الذكر فيه صعوبة؟ فيه مشقة حتى نطلب من الله تعالى العون عليه؟ نعم قد تذكر، ولكن لا تستطيع أن تدوم على الذكر إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى عز وجل. الله تعالى عز وجل أنكر على الذين يذكرون الله قليلا، على المنافقين الذين يذكرون الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا. إذا المؤمن مطالب بكثرة الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر الكثير إذا لم يكن هناك عون من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يذكر الله تعالى، يستغرق في الذكر، اذكروا الله حتى يقول مجنون، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني الاستغراق في الذكر، لأن إذا غفل الإنسان عن الذكر بدل من أن يكون مصاحبا لله يصبح مصاحبا للشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فنحتاج العون من الله سبحانه وتعالى على ذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل، على ذكرك وشكرك. والشكر هو يكون على النعم، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تتوقف، يغدقها الله سبحانه وتعالى عز وجل علينا آناء الليل وأطراف النهار. نعمة الإيجاد لا يخلو منها أي مخلوق، ونعمة الإمداد، نعمة الإمداد بكل ما نحتاج إليه. لا يستطيع الإنسان أن يحرك ساكنا، أن يحرك يده أو أن يتكلم أو إذا لم يمده الله سبحانه وتعالى بهذه القوة. لا يستطيع الإنسان أن يتنفس إذا لم يمده الله سبحانه وتعالى بالهواء. لو قطع الناس سبحانه وتعالى الأكسجين ولو 10 دقائق الكل يفارق الحياة. فنعمة المدد لا تتوقف، وبالتالي الشكر ينبغي أن يكون متواصلا مقابل تواصل النعم. أعني على ذكرك وشكرك. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. ومن شكر الله سبحانه وتعالى على النعم توظيف هذه النعم في طاعته. أعطاك الله تعالى نعمة، من إتمام الشكر أن تستخدمها وتستعملها في طاعة الله. مثلا أعطانا الله سبحانه وتعالى نعمة اللسان، كيف نشكر الله تعالى على نعمة اللسان؟ بلسانك تقول الحمد لله والشكر لله، ولكن تستعمل هذا اللسان في طاعة الله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تقرأ القرآن، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلح بين الناس. أنعم الله سبحانه وتعالى عز وجل علينا بنعمة البصر، كيف نشكر الله تعالى على نعمة البصر؟ لا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عز وجل، أن تقرأ القرآن في المصحف، أن تتدبر في ملكوت السماوات والأرض، فترى كل الأشياء بطرفها صنع الله
قدرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى ولطف الله، أعطانا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل، نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة يعني تسخير النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى هو شكر لهذه النعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كيف تكون عبادتنا حسنة؟ الشرط في حسن العبادة أن يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة توفر فيها الإخلاص وكانت هذه العبادة مطابقة لعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة حسنة مقبولة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، كما قال فضيل بن عياض، أخلصه أن تكون عبادة لله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني فلا يشرك بعبادة ربي أحدا، أن يتوفر في شرط الإخلاص. ثم الشرط الثاني المتابعة لرسول الله، أي موافقة الشرع، موافقة السنة. لعله سعيد بن المسيب أو أحد التابعين رأى أحدا يصلي بعد الصبح فأنكر عليه، فقال له: أيحاسب الله تعالى على الصلاة؟ قال: لا، لا يحاسبك على الصلاة، ولكن يحاسبك على مخالفتك للسنة، لأن هذا الوقت منهي عنه، لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس ولا صلاة بعد العصر. قال: يحاسب الله تعالى الصلاة؟ قال: لا، لا يحاسبك على الصلاة، ولكن يحاسبك على مخالفتك للسنة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تفضل السلام عليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا لله من غير مال أعطاه، فذلك الإيمان. هذا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، العبادلة الأربعة كلهم كانوا، سيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، كانوا من سادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من العلماء العاملين. وهذا سيدنا عبد الله بن مسعود وهو أسلم مبكرا قبل فتح المقر الذي كان آنذاك عندهم دار الأرقام لأبي الأرقام، هو من أسلم قبل أن يبدأ الناس يجتمعون في دار الأرقام لأبي الأرقام. وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزايا متعددة، فكان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسادته وطهوره صلى الله عليه وسلم وسواكه، يعني هو مكلف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. رسول الله مثلا يدخل المسجد أو شيء من هذا القبيل ويضع نعله فيأخذها سيدنا عبد الله بن مسعود ويضعها تحت إبطيه، فسمي صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطهوره، إذا أراد أن يتوضأ هو الذي يملأ الإناء ويقوم له ويدفعه وله ليتوضأ به، ووسادته صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وسواكه، إنما يسلك هو مكلف بشؤون رسوله. وكان يدخل عليه أنا الليل وأطراف النهار، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستطيعون الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في النهار، وهو كان له الإذن أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإذن من طبيعة الحال ليلا أو نهارا. أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقرآن لأنه أوذي في الله في سبيل القرآن في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أن هؤلاء لم يسمعوا القرآن بعد، من يستطيع أن يسمعهم القرآن؟ فقام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذهب إلى نادي قريش وبدأ يقرأ القرآن، لعلها سورة الرحمن، فقاموا إليه وأشبعوه ضربا، وأول من جهر بالقرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالقرآن بحيث أنه أخذ مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما يقول هو أكثر من 70 صورة مباشرة أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الصور أخذها منا تلقاها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ورسول الله أوصى أن نأخذ عن الصحابة والتابعين أن يأخذوا عنه القرآن، هو وسيدنا معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طريقة إسلامه، هو كان راعيا لعقبة بن وعيط لعنه الله، هذا من صناديد كفار قريش، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. هذا عقبة بن وعيط، هذا كان راعي عدل بن سعود، كان يرعى غنمه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فطلب منه أن يتركه يحلب شاة، فقال إني مؤتمن، يعني هذا الشيء ماشي ديالي أنا غير راعي. قال له واش كاين شي شاة اللي هي غير حلوب، يعني ماشي والدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بضرعها وحلب منها اللبن فشرب وشربها معه. عند ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، يعني الغزوات حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. في غزوة بدر والذي قطع رأس أبو جهل، أبي جهل، تعاونوا عليه صحابيان من الأنصار معاذ ومعوذ ابن عفراء، وسيدنا عبد الله بن مسعود صعد على أبي جهل يدوسه برجله، فقال له أبو جهل كان ما زال يلفظ أنفاسه الأخيرة، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. فحز رأسه وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، سيف أبي جهل كان عند سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، نفله. الأنفال هي الغنائم، فهذا السيف من الغنائم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الحديث يقول فيه إن من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا لله من غير مال أعطاه، فذلك الإيمان. وهذا معنى تقدم معنا، لا داعي للوقوف عنده، تخليص المحبة لله سبحانه وتعالى عز وجل. تابع. عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. ونفس المعنى سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه هو خزرجي أنصاري من خزرج، أسلم يوم بدر، يعني تأخر نوعا ما إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له صنم يعبده، فتحايل عليه صحابيا سيدنا عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة، دخل إلى داره وهشم صنمه. إذن ليبين له أن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكان هذا سبب إسلامه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، ومن ذلك الحين وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي أبو الدرداء لأن ابنته كانت سقطت أسنانها فكانت تسمى بالدرداء، فهو أبوها فسمي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سلمان، سلمان الفارسي مع أبي الدرداء كان أخوين، وتعرفون قصة عندما زار سيدنا سلمان أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وجد زوجته مبتذلة
وكان خارج المنزل، فطرق الباب وفتحت له زوجته البيت ودخل إلى فوجدها في حالة مبتذلة، يعني في غير زينتها. فسألها: ما شأنك؟ ما خطبك؟ قالت له: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يعني لم سأتزين، وأخوك يعني صائم قائم لا يبالي بالدنيا ولا يبالي بالزوجة ولا يبالي بأي شيء. دخل أبو الدرداء فوجده مرحبا، فوجده مرحبا به وقدم له الطعام، وكان أبو الدرداء صائما. فعزم عليه أخو سلمان، عزم عليه بالأكل فأكل معه، معنى أبطل صيامه، معنى المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع الذي لا يقضي دينا ولا فريضة فهو أمير نفسه، إن شاء استمر على صيامه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، إنه متطوع. هذا عند المالكية فيه خلاف، يعني يقولون الإنسان لا ينبغي أن يطيل الإنسان عمله، بدليل قوله تعالى: ولا تطيلوا أعمالكم. ولكن هذه لا تطيلوا أعمالكم بصفة عامة، ولكن في الصيام ورد فيه حديث، الحديث: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. جاء الليل، قام أبو الدرداء ليصلي، فمنعه أخوه سلمان: نم، ينام قليلا ثم يريد أن يقوم، نم. حتى قرب الفجر قام وصليا، ثم ذهب إلى المسجد النبوي، وظن أبو الدرداء أنه فعل أمرا مذموما شرعا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكد ما قاله له أخوه سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فرسول الله كان ممكن أن يستعرض أشياء كثيرة جدا لا حصر لها، ولكن يعني نبه إلى بعض الأمور ثم عمم: أعطي كل ذي حق حقه. كل شيء، هناك حق الطريق، هناك حق الناس، هناك حق البهائم، هناك حق النباتات، هناك حق الأولاد، هناك حق حقوق الله، حقوق رسول الله، حقوق القرآن، حقوق الزوجين، حقوق. أعطي كل ذي حق حقه. فكان سلمان رضي الله تعالى عنه أفقه من سيدنا أبي الدرداء. سيدنا أبي الدرداء يغلب عليه جانب العبادة، وسلمان الفارسي جامع بين العلم وبين العبادة، وكلاهما من العلماء. فأبو الدرداء كان عالما، كان من أهل القرآن، ومن أيضا من ذهب إلى الشام وعلم القرآن هناك كما سبقت الإشارة إلى ذلك. قلنا أنه كانت في حلقته يعني كان يحضرها 1000 متعلم على كل 10 يعني معلم حلقات، كل حلقة فيها 10، وكل 10 يعني يكلف أحد الحفظة من القرآن يعلمها، فإن اختلفوا في شيء رجعوا إليه عن سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو مدفون في الشام. هذا الحديث معناه تقدم: ما من رجل تحاب في الله بظهر الغيب، اللي فيه الزيادة هي هذه، بظهر الغيب. معنى في بظهر الغيب يعني أخوك ليس معك وأنت دائما تذكره وتثني عليه وتذكره بخيره وتنوه بفضائله، ليس في حضرته وإنما في غيابه. إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. تابع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أحب رجلا لله فقال إني أحبك لله فدخلا الجنة، فكان الذي أحب أرفع منزلة من الآخر، ألحق بالذي أحب لله. هذا سيدنا عبد الله بن عمرو تكتب بالواو، بعض الناس يقرؤونها عمرو، لا عمرو، هذا الواو هو للفرق بين عمر وعمرو، هي زائدة ليست لا تقرأ. هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أنا عبد الله بن عمر الخطاب، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل إسلام أبيه، وأبوه أسلم في فتح مكة، هو أسلم قبل أن يسلم أبوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان صواما قواما منقطع للعبادة، كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ويقرأ القرآن من بدايته من الفاتحة إلى الناس في يوم واحد، يعني كيخرج سلكه في النهار ويصوم النهار ويقوم الليل. استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يعني يخفف عليه من هذه العبادة، يعني وصل معه إلى الحد الأقصى، هو أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يقوم ثلث الليل وأن يختم القرآن في 3 أيام، في 3 أيام، وهو يقول إني أطيق أكثر من ذلك. كان شابا صلدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بحيث كان يقاتل بسيفين، السيف اليمين والسيف اليسار، يعني في الحرب في الجهاد كان يقاتل بسيفين رضي الله تعالى عنه، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان صواما قواما، ولكن لما كبر سنه كان يقول يا ليتني قبلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل على العبادة، ومع ذلك لم ينقطع عنها، بقي على هذا الورد حتى توفي عليه. صلى الله تعالى أن يجعلنا كذلك إن شاء الله تعالى عز وجل. قل قولي هذا وأستغفر الله.